دولة على المشهد الاقتصادي والزميل خالد أبو شقرة. أهلا بكم. بدأت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان إجراءاتها بحق رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفي بعدما تبين وجود اختلاسات مالية. وكان مصرف لبنان قد عين في 18 أذار الماضي النائب السابق لحاكم المركزي محمد بعاصيري مديرا مؤقتا ضمن مهمة لثلاثة أشهر لإصلاح الخلل. وبحسب صحيفة النهار فإن عمليات الإصلاح التي يقوم بها مصرف لبنان سلكت طريقها لمحاسبة المصارف المخالفة وحماية المودعين انسجاما مع المطالب الإصلاحية الدولية. يذكر أن القاضية غادة عون وضعت على عقارات الاعتماد المصرفي إشارة منع تصرف لإجبار المصرف على تسييلها وضخ الأموال في رأس المال، وهذا ما لم يحصل لتاريخه. شهد الاقتصاد الأخضر في لبنان فورة حقيقية في السنوات الأخيرة، ففي الوقت الذي كان ينكمش فيه الاقتصاد ويخسر الناتج أكثر من 60% من قيمته، ولدت أكثر من 700 شركة متخصصة في مجال الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من تراجع الفورة مع وصول سوق الطاقة الشمسية الفردية للإشباع، فإن هناك نحو 300 شركة متخصصة ما زالت توفر فرص عمل متوسطة وطويلة الأمد. فرص العمل الموجودة بهذا القطاع هي حوالي 3000 ل 5000 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى الآلاف من فرص العمل غير المباشرة. سوق الطاقة الشمسية وسوق الطاقة المتجددة بشكل عام رح يضل بنسبة مرتفعة من سنة لسنة. المزيد من الجهد مطلوب تحديدا تطبيق القانون 318 على 2023، واللي بيسمح للقطاع الخاص أنه يتبادل الطاقة المتجددة عبر شبكة مؤسسة كهرباء، وهذا برأينا بيخلق فرص عمل جديدة وبالألاف تقدر تستفيد منها العائلات اللبنانية. قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تتراوح كلفة أعمار قطاع غزة بين 43 مليار دولار، وأن تمتد العملية لما بعد العام 2040. وأدت الحرب المستمرة منذ أكثر من 200 يوم إلى تدمير 370 ألف وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي، وخسارة اقتصاد القطاع 81% من حجمه، فيما شهد الاقتصاد الفلسطيني ككل انكماشا بنسبة 27% وارتفاع معدلات الفقر إلى 60%. في خبر متصل، علقت تركيا التجارة مع إسرائيل بشكل كلي، وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن وقف التعامل سيستمر حتى تأمين وقف إطلاق نار دائم في غزة وتدفق المساعدات الإنسانية من دون أي عوائق. ومع هذا الخبر بنكون وصلنا لختام فقرتنا.